ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. اليوم نطرق لواحد الموضوع ديال سحر التفريق وسحر البغضة وسحر النفور وسحر المحبة والإرسال. هذا القالب تسمى كبريت العمود أو الكبريس بالدارجة، تخدموا فيه المشعوذين والفقهاء المشعوذين الإرسال والمحبة، تخدموا فيه البغضة، وتخدموا فيه النفور الفراق. الراجل ما يبقاش يحمل مرته، ما يبقاش تشم الرائحه ديال الراجل كما تنقول، ما يبقاش يحمل فيه الشعره. ثم في الارسال شي حته تكون بعيده من البلاد وتيبغي يسيطر عليها، داك شي واحد تيبغي يجيبها شو اللي تبغيه، شو اللي تفكر فيه غير هي، او شي وحده تبغي تجيب شي واحد او شي سميتو. ولكن فين كاين الاهم؟ داك الشيء تيتكسب. على هذا بغيت نعطيك واحد الفكره، بان هاد الكبريت لصو مجليح حدا الدار، ولصو بصدفه في الدار، ولصي شي واحد شاريه من غير فلاح، ولا من غير شي حد اللي غيقوم بشي عمل فلاحي ولا سميتو، عرفوا راه بغى يشعوذ به، ولا بغى يقوم بشي عمل ديال الاذى. وهذا عمل الاذى راه سواء ارسال سواء محبه سواء فراق، راه اذى. لكن خدمتي وحده وشاب بطريقه غير 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 يعني غير قانونيه، ماشي محبه ديال الله، غيرتي لي الدماغ ديالو، غيرتي لي سميتو طريقه كيما تنقولوا السيستم غادي في حياتها، راك شتيها بطريقه غير 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 قانونيه، لا الهيه ولا قانونيه بهذا المفهوم هذا. لهذا الكبريت هذا الثمن ديالو 10 درهم او 15 درهم، يقدر يغير المصير ديال الانسان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.